النهاردة قررت لأول مرة في حياتي هروح السينما لوحدي. سمعت كتير عن الفيلم ده وكنت متحمسة جدا أشوفه، وسمعت كمان إنه محتاج تركيز، فقررت أروح أشوفه لوحدي. حجزت تذكرة وجبت فشار ويلا بينا عشان نشوف الفيلم. الفيلم فعلا عايزك قاعد 100% مركز، ما يفوتكش ولا جملة، لأن أنت حرفيا لو فاتك حتى قد كده الفيلم كله هيفوتك ومش هتفهم منه أي حاجة. الفيلم بشكل عام كان حلو جدا والساوند إفكتس فيه خطيرة، فانصحكم لو أنتوا عايزين تشوفوا الفيلم ده تروحوا لوحدكم، لأن الإكسبيرينس هتكون أمتع بكتير.